المفروض أن العلاقات اليوم تكون في أرقى صورها وأرقى مستوياتها بين جميع المسلمين، خاصة لما نضيقوا ونهبطوا إلى الأرحام وإلى الأقارب. فينبغي أن تكون اليوم هو يوم مرحمة، يوم مرحمة، بما أنه يوم الدعاء باش ربي يرحمنا، ينبغي أن نرحم بعضنا البعض، ينبغي أن نتجاوز ما دام ربي سبحانه نطلب منه أن يتجاوز عنا اليوم، ينبغي أن نتجاوز عن بعضنا البعض في كل أخطاء مهما كانت هذه الأخطاء، فليعفوا وليصفحوا، فنتسامح ونبعد الشحناء. الحياة أقصر من أن نضيعها في الخلافات والخصومات، فلنعش حياة المودة وحياة الرحمة وحياة التعاون، خاصة بين أفراد العائلة الواحدة، خاصة بين الزوجين، بين الوالدين وأولادهم، بين الإخوة الأشقاء، بين الجيران. هي فرصة اليوم لتطهير القلوب ولإدخال كل ما هو فيه خير، حتى غدا إن شاء الله لما مطلوب منا أن نفرح بالعيد، يعني نفرح بأننا أطعنا الله سبحانه وتعالى، نفرح بهذه الرحمة اللي ربي سبحانه أعطاها لنا في هذه الأمة، بأنه حجاجنا حجوا وأكملوا حجهم وإحنا قمنا بالعمل الصالح كل على حسب مقدرته، فجاء العيد لكي نخرج ونبرز هذه الفرحة مهما كانت الظروف. فإذا أبقى في قلبك أي شيء من الغل أو من الزعاف ولا من حاجة في قلبك على أخوك أو على أحد أقربائك، سوف تنغص عليك فرحتك في العيد. خلي الفرحة تكتمل يوم في السنة، نبعدوا عنه كل هذه المنغصات، نبعدوا كل المشاغل، خليه يجمع حقيقة، وتكون قلوب صافية، قلوب نقية، ونفرح جميعا بهذا العيد. اللي عنده أي خلاف، اللي عنده أي مشكلة مع أي واحد، خاصة مع والديه، مع أولاده، مع خوته، فليطرح الإشكال هذا وليقبل على أخيه وعلى من له معه مشكل بكل فرح بقلب صافي، وسوف يرى أثر هذا العمل في حياته في جوانب أخرى، سيفتح الله عليه، سيعوضه الله، سيريه الله سبحانه وتعالى من الخير بما أنه فعل ذلك لله. تقول لي فلان ما يستاهلش، الله لا يستاهل، انت ديها لوجه الله سبحانه وتعالى، فديننا يستحق أن نكون في هذا المستوى. تقول لي فلان هو اللي غلط، ربي سبحانه هو الذي يحاسبه، أن تكون أنت المبادر، ومن يبادر فهو عند الله هو خير، وأجرك عند الله أعظم، وسيعوضك الله في أولادك، في والديك، في تجارتك، في دراستك، في أعمالك، سوف ترى الخير لما تكون تصاحب خير.